فاش كنا صغار ونتمنى لكم واخا كبرتوا باقي فيكم هذه القضيه، كنا كنلعبوا بشي حوايج بساط وكنتخيلوا شي عالم جديد غير في دماغنا. جوج ديال السيلوات كيوليو جوج ديال المحاربين كيتضاربوا، مسطاره كتولي طياره ديال العسكر، وبيكار يقدر يتحول في الخيال ديالنا لشي روبو جاي من الفيوتشر. شحال من واحد منا تمنى ان اللعاب اللي كانوا عندنا في الصغر انهم يتحركوا ويوليو بحال الحيين. هذيك الفانتسي ولات حقيقه في السينما باستعمال ستوب موشن. في هذه الحلقه غادي نهضروا على واحد من احسن الافلام ديال ستوب موشن اللي خرج في 2018 من الاخراج ديال واس اندرسون واللي هو Isle of Dogs. مرحبا بكم في حلقه جديده من سينما بودكاست. هاد الفيلم كيعاود لنا قصة طرات في المدينة ديال ميغازاكي الجابونية. بلا ما تقلبوا عليها في انترنت لحقاش هاد المدينة ديال بلعاني. في مدينة ميغازاكي العمدة كوباياشي عنده مع المشاش وكيكره الكلاب، سامبل ياك. فاش الكلاب غادي يبداو يمرضوا بواحد النوع ديال الرواح اللي يقدر يتسبب في عدوى ويتحول لبنادم، العمدة اللي اصلا كان كيقلب غير على السبة غادي ياخد واحد القرار باش يشد الكلاب كاملين وينفيهم في واحد الجزيرة اللي كيستعملوها كزبالة. الوغ كو البروفيسور واتانابي كيقترح انهم يصبروا عليه غير واحد شويه لانه قرب يلقى الدواء لذاك المرض، ولكن مع من غادي يدوي؟ ان العمده يحب القطط. العمده باش زعما يعطي المثال، اول كلب اللي غادي يتصيفط هو الكلب ديال البلديه سبوتس، كلب اللي كان مكلف بالحمايه ديال الاطاري، دري صغير ويتيم اللي مكلف بالتربيه ديالو عمو واللي هو في نفس الوقت العمده كوباياشي. المهم تراش ايلاند غادي تولي عامره بالكلاب اللي كيتضاربوا كل نهار باش يصوروا طرف ديال الكروكيت، وحنا غادي نتبعوا القصه ديال واحد الجروب اللي فيه ديوك بوس كينغ ريكس والكلب الكحل تشيف. جروب ديال الكلاب ديمقراطي وما فيهش شاف، كاع القرارات اللي كياخذوا كيصوتوا عليهم، متعاونين مع بعضياتهم على الزمان. الفرق الوحيد في هذا الجروب هو ان كينغ بوس ريكس وديوك كلهم كلاب ديال موليهم، وتشيف كان كلب ديال الزنقة، الحاجة اللي كتخليه يكون حرش شوية مقارنة مع الاخرين اللي بالنسبة ليه كيليميني. فين ما كتكون شي مضاربة هو اللي كيعيطوا عليه. You're talking like a bunch of house broken pets. You don't understand. How could you? Go ahead, say it. I'm a stray. Yeah. أطاري هذاك الدري الصغير غادي يقرر انه يمشي للجزيره ديال الزبل باش يقلب على الكلب ديالو سبوتس ويتمرض على عمو، وهذا الجروب الديمقراطي ديال الكلاب غادي يعاونوا في هذه المهمه. الناس اللي مازال ما تفرجوش حان موعد النزول، تفرجوا ورجعوا تكملوا التحليل. الكلاب ديال الجروب اللي كانوا كلاب ديال دارهم غادي ينسجموا دغيا مع أطاري لحقاش مولفين يكون عندهم مولاهم، وخا بنادم سمح فيهم هما باقين أوفياء. ومن جهة أخرى كيحترموا أطاري الإنسان الوحيد اللي جاي يقلب على الكلب ديالو، داكشي علاش غادي يعاونوه. تشيف اللي هو كلب ديال الزنقة وما عمرو تقف بنادم، وهو ماشي حيوان أليف وما مسوقش الأطاري، وزائدا على ذلك هو كلب من النوع اللي كيعض، غادي يتبعهم بدون اقتناع. I am not your pet. I never liked you. I don't care about you. I won't wait for you. I bite. لحقاش كيف ما قلت لكم في الاول، هاد الباك ديال الكلاب ديمقراطي والاغلبيه صوتات باش يعاونوا الدري. هاد المغامره اللي بدات كعمليه بحث على سبوتس، ولكن غادي تتحول لعمليه لانقاذ الكلاب كاملين وتغيير النظره ديال المجتمع على هاد الحيوانات اللي تعرضت للتهميش والاقصاء. واس اندرسون غادي يدير واحد الاختيار، هو انه ما يديرش سبتايتلز للشخصيات اليابانيه، ولكن انه يترجم النبيح ديال الكلاب بلونغلي. الحوارات بالجابونيه كاينين اللي فيهم شي ترجمه من طرف شي شخصيات اللي كاينين في الفيلم، بحال مثلا المترجمه ديال الاذاعه، وشي بارتيات اللي مخليهم بالجابونيه. يا ساما غاتا نو سبيتي نو سيكا رو كوكورومي نو هوشيو توشتي دوزو تانوشي كداساي كامباي. هاد الاختيار بالنسبة ليا هو اختيار ذكي، لأن منين كنفهموا الكلاب وما كنفهموش بنادم، كيحطنا واس اندرسون في المكان ديال الكلاب، كنعيشوا القصة من وجهة النظر ديالهم وكنتعاطفوا معهم أكثر من مع بنادم. هاد القضية كتصدق بيان سور إلا ما كنتيش جابوني. الثيم ديال هاد الفيلم الأول هو الإقصاء، وخا هاد العالم ماشي ديال بصح وخارج من الإيماجينيشن ديال واس اندرسون، ولكن المشاكل اللي طارية فيه كنعرفوها في أرض الواقع.
المجتمع اللي ما كيكونش عنده الشجاعة ولا الذكاء باش يحل المشاكل ديالو كيفضل انه يغبرهم. لحقاش فاش ما كيبقاش يبان لك المشكل قدامك كيسحب لك بلا راه اختفى، الوغ كو في اغلبيه الاحيان هذاك المشكل غادي يبقى يكبر وانت ما شايفوش حتى كيفاجئك شي نهار وكتلقى بلا فات الفوت وما بقى بيدك ما دير. فهاد المغامره ديال البحث غادي نتعرفوا اكثر على الشخصيات، خصوصا تشيف اللي هو بالنسبه ليا المين كاركتر ديال هذا الفيلم، خصوصا فاش الجروب غادي يتقسم والكلب الكحل تشيف غادي يبقى راس في الراس مع اتاري. المشكل ديال تشيف هو مشكل داخلي، هو كلب اللي حياته كامله وما عرفش واش يستسلم للغريزه ديالو ويولي مطيع لبنادم ولا يبقى في التمرد ديالو ويرفض. فاش كنشوفوا الكاركتر ديالو يعني راسو قاصح ما كيخافش من المضاربه واغريسيف شويه، هاد المميزات ديال الشخصيه ديالو هما غير قناع اللي لابسو باش يحمي راسو. لحقاش في الواقع تشيف هو كلب كيخاف، كيخاف من انه يكون ضعيف، كيخاف ان بنادم يغدرو. الشخصيه ديالو راه ما بعيداش بزاف على اتاري اللي حتى هو ولد يتيم وكيحس بالله متخلى عنه. فاش غادي يبداو شي يقرب لشي اتاري ما غاديش يبخل على هاد الكلب اللي ما كيعرفوش بالحنان والحب. الحاجه اللي غادي تدفع تشيف انه يبدل الراي ديالو على هاد بنادم بالذات. اتاري غادي يضرب واحد التحميمه لتشيف وغادي يكتشفوا بجوج بان اللون الاصلي ديال تشيف هو الابيض بنقيطات كحلين بحال الكلب ديال اتاري سبوت. الفرق الوحيد هو ان النيف ديال تشيف كحل وديال سبوت غوز. فاش من بعد في القصه غادي يكتشفوا بلا سبوت هو خو تشيف الكبير، والسؤال اللي تشيف غادي يسولو في الاول هو واش كان هو الكلب الضعيف في خوتو. I'm your older brother by 5 minutes. It's been a long time, Chief. Was I the runt? Not anymore. الرنت هو الجرو اللي كيكون ضعيف في خوتو، اللي ما كيرضى حتى كل شيء كيسالي. هذا الضعف هو اللي غادي يخلي تشيف يكون عنده شخصية قوية ورغبة باش يعيش بالزز. في هذه القصة الكلاب كيتصوفا ولكن تشيف كيتصوفا جوج المرات، مرة من الجزيرة ديال الزبل ومرة من راسه. هاد النوع ديال الافلام اللي هو ستوب موشن دائما انا شخصيا كيجيني بحال السحور. لحقاش فاش كتشوف هذوك البابيتس كيتحركوا كتفكرني في الصغر فاش كنا كنلعبوا وكنتخيلوا كون كانوا التويز ديالنا يقدروا يتحركوا بوحدهم. الخدمه ديال ستوب موشن بحال الصناعه التقليديه، كلشي كيدار باليد والانيميترز خاصهم يكون عندهم واحد التركيز والابداع باش الخدمه تخرج متقونه كيف ما قال ويس اندرسون. When you're working with puppets like these dogs, it takes a lot of experience to know how to really bring a face to life. بيان سور الخدمة على هذا النوع ديال الأفلام كياخذ الوقت وكيكون عدد كبير ديال الأنيميترز اللي كيخدموا في نفس الوقت كيف ما كيفسر تريستن أوليفر السينيماتوغرافر اللي خدم على هذا الفيلم. We typically shoot on any of these productions for the thick end of 2 years, and we would be shooting with anything up to 50 units. So we've got 50 cameras running 50 sets simultaneously. As in all movies, there are 24 frames per second at normal running rate. 50 واحد خدامه في نفس الوقت والبروجي خدا عامين غير باش يبان لينا شحال ديال الوقت هادشي خاصو. باش في السينما كنقدروا نوهموا الحركه خاص 24 صوره في الثانيه، اذا كل شخصيه خاصها تخاد ليها 24 صوره، وما بين كل تصويره وتصويره الانيميتر خاصو يحرك الشخصيه، وبعد مرات شخصيات كتار كيكونوا في كل مشهد. I feel like I'm sculpting the performance. It's what kids do when they're playing. I do think of it like moving sculpture really, you know. هذا كان جيسون ستولمان واحد من الانيميترز. نقطة القوة ديال اي فيلم كتبقى البيرفورمانس ديال الاكترز، وفي هذا الفيلم جمعوا غير هما براين كرانستون، ادوارد نورتون، بيل موراي وزيد وزيد. ممثلين اللي عطاو بالصوت ديالهم شخصيه لهاد المونيكات. هاد الفيلم اللي في المظهر ديالو كيبان بحال الا كيعاود قصه ديال كلاب وبنادم، هو الصراحه كيطبق على الواقع ديالنا وبزاف. شحال من واحد في هاد الكون عايش عيشه ديال الكلاب، وشحال من واحد فينا تبع هضره ديال بنادم. شكرا بزاف للتتبع ديالكم ديال هاد الحلقه ديال سوليما بودكاست. نتلاقاو السيمانه الجايه في حلقه جديده. تهلاو ليا فريوسكم.